واحد مروح مع سمكه فقير، اللهم اجعلنا فقراء لله. واحد جبار نمرود بقول له وين رايح؟ مروح على اهلي. قال له شو معك هادي؟ قال له سمكه. قال له اعطيني اياها، هذه بتلبع شي لك، هذه بتلبع لواحد زيي. يا ابن الحلال اولادي، يا ابن الحلال مرتي، يا ابن الحلال امي، يا ابن الحلال اهلي. قال له اللي اخذها واضربك كمان. ضربه هانه واخذ السمكه، قاعد بيعمل في السمكه الا شوكه من السمكه نزلت في اصبعه. يا دكتور اصبعي التهب. قال له هذا بده قطع، قطعوا اصبعه لفوق شويه، قطعوا ايده لفوق شويه، قطعوها للكوع لفوق شويه، قطعوها للكتف. عاود دكتور منور بصيرته الله. قال له بدك نصيحتي يا عمي؟ قال له شو يا عمي؟ من شان الله يشهد عليك. قال له ظلمت حدا؟ اعتديت على حدا؟ حدا دعا عليك؟ حدا انكسر بخاطره؟ حدا بكى؟ حدا شكاك لالله؟ قال له والله فيه كثير. قال له انو؟ قال له والله في واحد اخذ سمكته. قال له جراي استسمح منه. واحنا يلي قاعدين يا اخواني اذا ظلمنا حدا نستعجل نستسمح منه قبل ما يجينا العقاب. قال له من شان الله يا عمي تعال خذ قد ما بدك. قال له يا عمي روح عني، روح، منعت الاكل عن اولادي، عن مرتي، عن اولادي، عن بطني. قال له من شان الله دخيل عليك يا عمي. قال له اني سامحتك روح. قال له من شان الله شو دعيت علي؟ قال له دعوتي شو هم؟ يا ذا الجلال والاكرام، هذا خلقك شاف قدرته علي، ورجيني قدرتك فيه، بدي اشوف قدرتك فيه. فالغرغرينا ظلت تمشي 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 تمشي. ظالم يا جماعة الخير،